كنتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. معكم أميمة في قناة ريفيو ويد أمي. مرحبا بكم في فيديو جديد، نهار جديد ووجهة جديدة. كما كتشوفوا أنا جيت حدائق العجيبة بوقنادل، إيوا درت بكم واحد الدويرة صغيرة. اليوم كاين الشتا، واحد الجو عجيب، هانتوما جو واعر. بالنسبة للناس اللي كانوا غادي يجيو الحدائق العجيبة بوقنادل من جهة تاع الرباط، هي في الخرجة تاع سلا حدا إقامة حليمة. غير كتفوتوا إقامة حليمة كتلقاو الحدائق العجيبة بوقنادل. والناس اللي غادي يكونوا جايين من جهة تاع قنيطرة، راه في الدخلة تاع سلا، قبل ما تدخلوا لسلا غادي تلقاوها في اليمين ديالكم. ليكم مع لا فيديو الا كنتو باغيين تعرفوا كاع التفاصيل على حدائق العجيبة بوقنادل. هاد الحدائق تأسسو في 1949 على اليد تاع المهندس الزراعي فرانسوا مارسيل. كان لقاو 11 حديقة، كاين حدائق الكونغو، السافانا، البرازيل، البيرو، حدائق جزر الأنتيل، المكسيك، وكاين حتى الحدائق الأندلسية، حدائق اليابان والصين وآسيا الوسطى. وكل حديقة كتميز بواحد النباتات مغايرة على حساب المناخ تاع كل منطقة. بحال في اليابان تيكونوا واحد لي بلونت سبيسيال، في سافانا كاينين دي بلونت سبيسيال، يعني في هاد الحدائق كاينين بزاف 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 النباتات والأشجار. خليكم على فيديو باش تشوفوا ونعطيكم فكرة كبيرة على كيف داير الحدائق. وهاد الحدائق راه كيجيو ليهم الناس الأكثرية في الصيف وفي الربيع، تيكون الجو غزال. وبالضبط في الصيف ملي تيكون شوية سخون الحال في الرباط ولا في سلا ولا في المدن الأخرى، هنايا كيكون شوية بارد الحال على برا تاع الحدائق. علاش؟ حيت كاين شجر، والبلاصه اللي فيها شجر ديما والنباتات تتكون منخفضه درجه الحراره فيها. وبالنسبه راه كاين واحد الكافي وكاين واحد الكيوسك. الكافي راه كاين في الدخله على اليسر، كيبيعوا لي بانيني، لي سالاد، كيبيعوا العصير، لي غاتو، كيبيعوا اي حاجه. هما كيكونوا سادين نهار اثنين. وكاين الكيوسك راه كاين حدا لو جاردان اندلس في الداخل تاع الحدائق، راه كيبيع الماء، كيبيع العصير، كيبيع كل شيء. يعني زعما الا ما كنتوش جيتو ونسيتو ما جبتو معكم الماء ولا هذا، راه عندكم منين تاخذوا داك الشيء. لي جاردان كيكونوا حالين يوميا الا نهار اثنين في الصباح وعيد الفطر وعيد الاضحى. وبالنسبه لي زوغيغ راه كيكونوا حالين من 9 حتى ل 5:30 في الشتاء وفي الخريف. وفي الربيع والصيف كيكونوا حالين من 9 حتى ل 7:30. وبالنسبه للتاريف، الناس اللي عندهم اكثر من 11 عام كيخلصوا 20 درهم، والدراري الصغار اللي قل من 10 سنين 12 درهم، واذا كان ان جروب سكولير ولا اسوسياسيون كيخلصوا 12 درهم لا بيرسون. وكاين عاوتاني واحد لوفر تاع اون فامي، تيكونوا الاباء بجوج والام والاب و 3 تاع لي زونفون، تيخلصوا 50 درهم كاملين. وهنايا ممكن تجلسوا تجيبوا ماكل ديالكم وتجلسوا هنايا تسرحوا ولا تاكلوا، ولكن الا جيتوا تاكلوا هنايا جمعوا الزبل ديالكم وجيبوا واحد البلاستيكه فين ترميو فيه الزبل حاجاكم، وخليو بلاصتكم نقيه. Thank you.
الاحسن قبل ما تدخلوا الحدائق صوروا واحد لو غيد راه في الدخله، انا غادي نخليكم لا فوتو ديالو باش تعرفوا كيفاش تمشيو، حيت كاين واحد المسار الطويل والمسار الصغير باش تشوفوا كاع الحدائق اللي كاينه. الحديقه اللي شفتو في الاول الفيديو راه هي حدائق الكونغو. دابا غادي ندخلوا للمتاهه لابيرانت. صراحه هنايا شويه ماشي غادي تخافوا ولكن غادي تستمتعوا بالضبط، الا جيتوا ان جروب غادي تستمتعوا في هذه المتاهه. نتوما غادي يبقاو حابسينكم الحيوط. المهم نخليكم على فيديو غادي تفهموا اش بغيت نقصد. Thank you.
هنا في وسط الحدائق كاين هاد البلاصه اللي فيها انواع تاع الزواحف، وقبالته كاين المسجد.
وبهذا غادي تكون لا فيديو ديالنا وصلت للنهايه ديالها. نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو. الا عجبتكم خليو لي لايك وكومونتير. نتلاقاو في لا فيديو الجايه ان شاء الله. باي باي.